صباح الخير عليكم، ان شاء الله يكون صباحكم بيضحك. عايز احكي لكم حكايه وموقف طريف حصل لي من الحاجات الجميله اللي حصلت لي هنا، وده طبعا بمناسبه موضوع الهبد اللي اتكلمنا عليه. اول ما جيت في امريكا في الاول خالص، كان في اواخر التسعينات، كان عندي اشترينا عربيه. المهم كنا عايزين نغير الزيت، فماي اكس قالت لي نروح نوديها على مكان نغير الزيت، لان ادي العيش لخبازه. قلت ادي العيش لخبازه؟ ده عندكم هنا في امريكا ادي العيش لخبازه، واحنا في مصر بنقول 7 صنايع والبخت ضايع. فقالت لي يعني هتعرف تغير زيت؟ قلت لها غير زيت؟ انا قبل ما اجي على طول امريكا هنا كنت مغير موتور سفينه، مش زيت. انا جايب في الميكانيكا 25 من 25 في الثانويه العامه، قال اغير زيت؟ ده انا اصلا بفكر اغير المساعدين واظبط العفشه، واحتمال اغير الترانزميشن كمان، اغير زيت. قال اتكلي على الله، انت روحي نامي وانا ان شاء الله اروح اغير الزيت. قالت لي اكيد؟ قلت لها اكيد يا ستي، بس اتكلي على الله انت، انا هظبط الموضوع. رحت على الاماكن اللي بيبيعوا فيها الزيت، قلت له عايزين زيت العربيه، كانت تويوتا ترسيل. قال لي طيب تويوتا ترسيل ممكن تاخد لها 3 كوارت وده اناف يعني. قلت له 3 كوارت 4 كوارت احنا هيهمنا، هات يا عم. رحت واخد منه الزيت ورحت على العربيه. طبعا بقى ايه، جبت كرتونه وعملت فيها ايه الباشمهندس، ورحت رايح ومفتاح انجليزي وفتحت الطبه بتاعت الزيت، وقال ايه جايب جركن كبير عشان اخد الزيت القديم احطه فيها، وعملت الزيت كله وشلته، وبعدين قفلت الطبه ورحت على زيت العربيه المكان بتاع الموتور. رحت فاتح المكان بتاع الزيت وحطيت الزيت، لقيته بس اخد علبه. قلت حتى الامريكان ما بيفهموش، ما عندهمش ضمير، الراجل عشان يبيع لي بيزود يعني. المهم قلت هروح ارجع له العلبتين التانيين، يعني التو كوارتس التانيين. تمام. روحت قالت لي غيرت الزيت؟ قلت لها عيب بغير الزيت؟ ده احنا مصريين بنعمل نفهم في الكفت. المهم تاني يوم الصبح رحت على الشغل، كانت رايحه على الكليه بتاعتها، بعدين ما كانش فيه لسه تليفونات محموله معانا يعني. لقيتها بتصل بالشغل بتقول لي العربية فيها أصوات غريبة كده، وطق طق وطخطخة وحاجات كده. قلت لها العربية بتلين، أنت مالكيش في العربيات ولا إيه؟ بعد تغيير الزيت لازم الموتور يلين، فتمشي بيها إيه بالراحة وسقسقة كده وكل حاجة هتبقى زي الفل. قالت لي أنت متأكد؟ قلت لها لا حول ولا قوة إلا بالله. بقول لك ده أنا أخويا في البحر أصلا لما بيحبوا يغيروا زيت الموتور بتاع السفينة بيتصل بيا. إلا تكلي على الله بس امشي بالراحة. المهم نص ساعة كده ولقيتها بتكلمني بتقول لي أنا وقفت في بنزينة لأن العربية تقريبا وقفت خالص، وفي زود جامد قوي طالع من الموتور، فأنا هخلي الراجل يكشف عليها. قلت لها خليها يكشف عليها يعني، أنا هخاف؟ هاتي كونسلت ودكاترة يكشفوا عليها كمان، ما بيهمنيش حاجة. المهم برضو نص ساعة تاني واتصلت بيا في الشغل، قالت لي والله هو الراجل قال لي ان انت يعني عملت شغلانة كويسة جدا، انت شلت الزيت بتاع الفتيس كله وزودت زيت الموتور، فالعربية ما فيهاش زيت فتيس وفيها زيادة زيت موتور، فاضطر يغير زيت الموتور كله وزيت الفتيس كله، والموضوع اللي كان هيكلفنا 20-30 دولار كلفنا دلوقتي 150 دولار. بتعرف تغير زيت؟ قلت لها هي غلطة يعني، ايه المشكلة بقى؟ كل الناس بتغلط، ايه المشاكل يعني؟ وبعدها من ساعة ما عملت الموضوع ده قررت ان انا مستحيل اغير زيت موتور تاني، بس اغير زيت الفتيس وممكن اعمل العفشة. نهاركم بيضحك، سلام عليكم.